مراد. مراد أخي مراد، شبك؟ شو صاير لك؟ ما فيك شي؟ ما مراد، مراد لك العمى، انت ريحتك كلها قرف. اللي شو شربان ولك؟ قوم فز بسرعة، المحل اللي قاعد وشربان فيه باب رزقنا ورزق أبي وجدي يا كلب. والله لحتى ربيك. استنى لألك، استنى، قوم لألك ولك. شو صار؟ قوم اللي على برا. شو عم تعمل؟ حرك أخي، اللي شوفي شو صار لك. عم تسألني شو صار لي؟ معصب. الله يلعنك. عم تشرب يا واطي يا حقير. انت قديش عمرك لحتى تشرب؟ لك أخي شبك حقير. والله لربيك أنا بفرجيك يا واطي يا كلب. طول بقى يا معلم، اتركوني عليه. لك اتركوني، اتركوني ادفنه، هذا ما بيستاهل يعيش. ولك انت ما في منك فايدة، ولك خليك زلمة شي مرة واحدة بحياتك. بس لا، حضرتك ما بتفكر غير بحالك، وانا اللي قلت لحالي ليش تركتك نظر، لان عرفت انه ما في منك فايدة بأي شي، مشان هيك هي تركتك. اتركوني ولك اتركوني، الكلام اللي قلته اوعك تنساه ماشي، واللي عملته كمان لا تنساه. اتركوني عليه، اتركوني خلص. وعم يهددني كمان بدفنك بأرضك حيوان. اللي بده يمسكني منكم مرة تانية راح خليه يندم، فهمانين؟ مشي الحال يا بيك. شو عملتوا؟ قلبنا كل المكتب، ولحتى تبين القصة سرقة أخذنا كم شغلة معنا، بس ما حرقنا. ليش بقى؟ أخوه كان نايم جوا ومبين سكران. يعني؟ يعني منشان ما يحترق يا بيك. امشي. مصطفى، لك شو صاير؟ شو الموضوع؟ لا تذكرني، الله يوفقك. لك فاتوا سرقوا المكتب. قصدك فاتوا سرقوا هالمكتب؟ ايه نعم، وبالوقت اللي الحيوان مراد كان مدفوس نايم سكران جوا. ولك معقول ما حس عليهم؟ انا ما عم بفهم. فريق رفع البصمات جايين؟ نعم سيدي. ايه روح حقق مع الكل وشوف اذا شافوا شيء. اخذوا شيء مثلا، مصاري او اوراق؟ لك فتحوا الخزنه واخذوا كل شيء فيها. أنا بس بدي أفهم شلون ما حس عليهم لما فاتوا لك. شو هالزلمة هاد؟ كان في مصاري بالخزنة أو أوراق مهمة؟ في كم ألف ليرة، مو مبلغ كبير. ما شفت شو واخدين بالخزنة؟ ما في شي مهم أصلاً. كمبيوترك انسرق؟ ولك مو معقول، تخيل رجال طويل عريض جوا والغرفة شبر ونص، كيف ما بفيق؟ فتحوا الخزنة وما حس أبداً. والله شي غريب. ما علينا، فريق رفع البصمات على الطريق، خليهم يجوا يشوفوا شغلهم ومنشوف بعدين شو بيطلع معنا. بس انت اهدى شوي، خلصنا. ايه لك مو بعيني المصاري اللي راحوا. معصب من هالغبي مراد. لك يعني شلون ما بيحس عليهم؟ رح جن، ايدي ورجلي عم يرشفوا، والله رح مصطفى جن. مصطفى اهدى شوي بقى، خلص روق. لازم اهدى مو هيك؟ طيب رح اهدى، ماشي انا هديت. اخي شوفي شاي. عم تسأل يا حيوان؟ روح شوف شو صار جوا. قالوا عم يسألني شوفي، بدك كف على خلقتك لحتى تفهم. مصطفى فهمنا، اهدى شوي، شو صار لك؟ ما بيصير هيك. Düşer düşer de yanmaz. Bu benim senden.
Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat خير مراد، شبك شو صاير؟ والله خوفتني ابني، شو في؟ بكفي مرت اخي، مليت انا عم تفهموا لك، خلصنا. ايه بسم الله عليك، شو في؟ انا مليت وطقيت من معاملتكم الي مثل الولد، بكفي بقى. لك احكي شبك. لك شو بدك يعني احكي مرت اخي؟ ما ضل شيء ينحكى، الحق علي، استنيت لهلا، خلص ماشي وتارككم. بس تعال هلا شوف مراد، وقف. ابني ما تجد، لوين رايح؟ واقف استنى. مراد كرمال الله اللي شوفي. ما في شي لأحكي مرت أخي، ما في شي ينحكى بنوب، شو ما صار بيكون الحق علي أنا، لهيك خلص رح ريحكن وما عاد ورجيكن وشي. لك يا ربي دخيلك، شو صاير؟ اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.